الأخرى. أقتضح من الآن ولغاية 25 حزيران تكثيف فضح وتعرية أهداف مؤتمر البحرين المزمع عقده في المنامة وبكافة الوسائل المتاحة. 2، إعلان النفير الشعبي والجماهيري العربي والإسلامي في 25 و26 من حزيران رفضا للمؤتمر وحيثما أمكن وفي كل الأماكن العربية والإسلامية، قصصها وأهدافها ومآلاتها بالنسبة لقضية فلسطين. فصفقة القرن هي أصبحت واضحة المعالم والمعاني، هي تصفية قضية فلسطين وإعادة رسم خارطة المنطقة العربية. أما الخطوات العملية التي يحاولون تنفيذها فقد بدأت منذ زمن، وهي ماثل العيان ومؤتمر البحرين المزمع عقده في 25 و26 من شهر حزيران الحالي. هذا يعني أنها بدايات العمل من أجل تنفيذ صفقة القرن وإن كانت تحت عناوين اقتصادية. لكن السؤال الذي سوف يطرح، ماذا نحن فاعلون من أجل إسقاط صفقة القرن؟ وهذا هو السؤال الكبير الذي يجب أن نجيب نحن عنه وأيضا مؤسسات وقوى وفصائل أخرى. حقيقة ليس المطلوب هو أن نبقى نرفض صفقة القرن، ولكن المطلوب كيف نعمل على إسقاط صفقة القرن ودفن صفقة القرن وبشكل نهائي.